بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في أن المصلي لابد أن يتطهر في بيته ويخرج جاهزا للصلاة، يلبس أحسن الثياب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراتم منا الدروس المهمة لعامة الأمة زامو دورا أسالي غمي صلى شيني يفيتو دغا جدانسا الحالي يا غما شريا وياي الولاء يا سا كاين سا مفي كو دا اكي سو اجي اغانا دا الله يعني لا يؤخر الوضوء الى المسجد، يخرج جاهزا للصلاة من بيته. كدا يجنكر توين الولاء سياجي مسلاتي يفيتو دغا جدان ناسا يا شريا دونين صلى يتفي زوا غما مسلاتي. نعم يمشي او يركب، والمشي افضل. إن يسو زي إيه تفيها دا كفا، إن يسو كما زي إيه هوا أبين هوا تو أما أبين دا أكفي سو شيني يتفي دا كفا شي يفي لادا. لكن يمشي إلى الصلاة مشي، لا يهرول ولا يجري ولا يرفع الصوت وهو مشمر يخرج إلى الصلاة. نعم زي كما تفي مسلاتي ينا تكين نتصورسا باوازي تفيني دو قدو قدو با با قدو با سوري زي تفيني أهنكلي 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 كما بزي تفي يابو بودي هنو kamar mai tafiya ko kawa ko wani abu makamancin wannan ba zai tafi a cikin natsuwa. Na'am. Wasal ila al-masjid yaj'al ad-dunya kharij al-masjid la yadkhul ma'a al-masjid fala yabi' wala yashtari wala yabhath 'an mafqudat wala yatakallam 'an as-siyasa fi al-masajid. Sa'annan zai shiga masallaci ne alhalin ya watsar da duniya ya ajiye duniya a wajen masallaci, don haka ba zai shiga masallaci a cikin masallaci ya je ta maganganu ya dauko maganan siyasa a'a ya kama ci da sha a'a ya kama saye da sayarwa a cikin masallaci, ko kuma yana ce wani kayan sa ya bata yana cikiya wa ya gani da sauransu, ba a zai ajiye duk abin duniya a waje sai ya shiga masallaci ya fuskanci Ubangiji. يقدم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج مع قول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول وفي الخروج. أبين دا أكي سو كما شيني إدن زي شغا مسلاتي زي شغا دا كفن سنة داما ألو كتن دا زي بيتو دا مسلاتي كما باين ياغا مسلا سي بيتو دا كفن سنة هبو ألو كتن كما أنا سو يرين كفتن ذكري دا الدعاء دا أكا سامو النبي صلى الله عليه وسلم يناي ألو كتن شغا مسلاتي كو كما لو كتن بيتن مسلاتي. دخل إلى المسجد وجد الصلاة قد أقيمت، يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليها الإمام، قائم، راكع، ساجد، ولو كان في التشهد الأخير. باوا يا شيغا مسلاتي سي سامو ليمان يا فارا صلى تو ألو كتن أبين دا أكي نيما أوجنسا شين سي كبرا سي شيغا تارا دا ليمامي يشيغا بدا بينسا با وني أبن دا زي سي أي أبين دا زي شيني وانا وانا مكا فتارا تيوا يشيغا بدا بين ليمامي يا يا سامو ليمامي ليمامي ينا ركوئي ينا سجدا ينا سي ينا كووني هالي سي بي ليما. نعم إذا أدرك الإمام قائم أو راكع تحسب له الركعة وإلا قضى هذه الركعة. إذن هر الله يسا يسا من ليمان ليمان يناس إيه كو كما ينا تكين حالي نركوئي تو يا فسا مو أن الركعة يا سا مو أن الركعة إن كما يسا ميشي كو ياتفي سجدة كو كما بايان حكا تو أن الركعة أن بيسا ميتا بس يا رامتا. نعم دخل المسجد وجد الصلاة لم تقم بعد، يتقدم للصف الأول ويصلي، يصلي إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية يصلي السنة القبلية الراتبة، وإلا صلى تحية المسجد قبل أن يجلس. باوا ne ya shiga masallaci sai ya samu ba a tsayar da sallah ba, liman bai zo aka fara sallah ba, sai ya tafi sahun farko sai ya je yayi nafila. Nafilar da zai yi idan wannan sallan tana da abin da ake kiranta nafila na ratiba wanda ake yin ta kafin wannan sallan, sai ya irin wannan nau'in sallan. In kuma wannan sallan ba ta da wannan nafilar da ake ce mata ratiba, to shikenan sai ya yi abin da ake kiransa gaisuwar masallaci tahiyatul masjid. نعم، ومن الخطأ أنه يبقى يتحدث أو ينظر في الجوال أو ينظر في الساعة أو ينظر في الإمام والمؤذن حتى تقام الصلاة. ينا تكيم كورا كولان دا متاني سكي سيمو تن يشيغا يكيم ونن نافلا كو سي زونا يدوكي ويا ينا توا سادة إتا ينا تكلم أو غوغنسا ينا ونن ينا ونشن ينا هر ويلي من يزو سي أي سلا بي نافل في ليبا. ينا تكيم كورا كولان متاني. نعم، إذا بدأ بالنافلة وأقيمت الصلاة وفي الركعة الأولى انقطعت بدون تسليم ويدخل مع الإمام، يكبر يدخل مع الإمام، وإذا كان في الركعة الثانية يتمها خفيفة ثم يسلم ثم يدخل مع الإمام. إذن يسامو ليمان باواني يشيغا مسلاتي سيسامو ليمان ينا تكين سلا تو أبين دزي ليمان يشيغا يسامو باوا يسامو وين دغا تكين متاني ينا تكين سلا تو إذن ونمو تمين ياي ركعة قدادا
to alhamdulillah abin da zai sai ya kara wata da sauri sai ya zama kenan ya samu nafilansa sai ya bi liman in kuma a'a bai cika raka'a guda ɗaya ba liman aka yi iqama aka fara sallah to abin da zai yi sallan nan ta yanke sai kawai ya bi liman kai tsaye wato na farilla na'am wallahi wannan zamu tsaya Allah shine masani